نعاني من كثرة الألقام في الصحراء بيننا وبين إيران المتروكة من خلال الحرب العراقية الإيرانية أيام زمان سنة 2000 أيام فقر عندنا ذهبنا للبر نشتغل على باب الله نلم صفر نلم حديد نلم خشب وذاك الوقت شوي الوقت جوع كلش قوي فرحنا للبر بس احنا شنو يوميا واحد عندنا لو ينبتر لو يموت نلم ويجي ونخلص الفاتحه ونرجع ونفس الشيء عانينا يعني معاناه كلش قويه على الجوع مالنا شغل ماكو فاشتغلنا بهاي الشغله استشهد احنا نعتبره استشهاد هذا لان جهاد يجيب العايد تاكي استشهد خلص فاتحته نرجع وهالمعاناه هاي راحت ايده هاي راحت عينه هذا الجسم الشوى وبعد الالغام هناك فوق الالغام اللي بيننا بين الحرب العراقيه والايرانيه الانتركن ظلت بالبر والحد الان الامور شويه يعني بعدنا تعبانين وقبل الايام قبل دواء ماكو علاج ماكو معاناه ماكو للمكتور لا راتب لا هاي هسه احنا نطالب الحكومه بزياده الرواتب للمعوقين لان شوي المعوق ما يقدر يشتغل بعد والحمد لله واشكركم الله يوفقهم ان شاء الله يديرون بالهم على اهل البصره هم طلع منا كلنا سوا بعدين كل ما يروح على راسه فنظل نشتغل يا اللي طق عليه لغم نلمه ونجيبه تخلص الفاتحه متخلص الفاتحه نرجع مره ثانيه نشتغلوا على هالجره هاي اللي طلعنا الصبح بعد كل ما على راسه يلم صفر فصار عليه انفجار طق عليه لغم ما نمشي مطموم ما نحس بيه انفجر عليه لغم جابوني المستشفى التعليمي بعدين رسلوني للجمهوري الجمهوري ذو حققوا وياي الشرطه قلت لهم اروح الم حشيش وقصب ما نقدر نقول لهم نروح للبر نقول له روح للبر يقول لك يذبك بالسجن منه حشيش قصب وهاي فخلصت من المستشفى طبت رجعت اشتغلت انا نفس الشيء لان عيشه صعبه كانت بوقتها تحدثت عن المنطقة، شو المنطقة؟ المنطقة كلها الغام. كلها الغام متروكة. الغام بالمارة، بتار، مال دبابات. ولحد الآن هي موجود بيها. نطالب من الحكومة تنظيفها ونطالب من الحكومة تعديلها للبصرة. البصرة ترى عانوا وما عانوا من كل شيء، وهي من الشهداء. وشغلة الألغام بعد هناك. هم بعد الوادم هم تروح تلم وتجي اللي يستشهد ما يستشهد هذا بنقول احنا من بخته الالغام بس نشوف الفلماره مال الدبابات البتار ما نشوفه الجرفه الماي ينطم يصير عليه ثقل يطق شوف انت من شايلك شيء ثقل يصير عليه يطق نفس الحرثه نروح ونرجع بها ما يطق عليك بس مش شيل ثقل يطق يصير عليه ثقل يطق هسه وبعدها مستمر بس احنا نطلب من الدوله تساعدنا شويه لان حاله الفقر عندنا صفر احنا هسه منطقه البتران يسمونها جرف الملح نخاف نتيح عليهم منطقه البتران لا منطقه البتران جرف الملح حالتهم صفر يعني عم يسوي في شلون الواحد عندما الامور شويه تأزمت جوع وشغل ماكو فاتجهنا الى البر هي المكان اللي كان بيه الحرب بين العراق وبين ايران فهناك اكو خشب اكو صفر اكو تينكو سكك مال القطار هم جبناهن سويناهن لبيوتنا فاتجهنا هذا الرزق اللي انفتح لنا بدينا نشتغل هناك الالغام هاي بعد مستمره من يعني من قد الجوع ومن قد الجوع خليه يسمع اي مسؤول يسمع من قد الجوع احنا اللي يطق عليه اللغم نجيبه تخلص فاتحته ونرجع نشتغل هاي الشغله في سبيل نعيش وجبنا الثاني خلصت فاتحته ورجعنا نفس الشيء يعني خوف ماكو من قد الجوع ومن قد هاي خوف ماكو واحنا ما نخاف احنا بالنسبه ان اللغه الصاروخ نريد نطلع الصفر منه طقه بالنص ندق عليه بعد انت وحظك ينفتح لو ينفجر عليه
وهاي الشغلات صارت هسه كلها تدريبيه والحمد لله والشكر عشنا ذيك الفتره وجينا لهاي الفتره قلنا تبدلت الحكومه وبلكي يصير شويه امل وماكو امل نفس الشيء نفس الفقر منطقه ما حد يجيها ما حد يوصلها ما حد يساعد المعوق ما حد يقلده اجوا جماعه صوروا راحوا جاك مسؤول قال ان شاء الله نصرف لكم ونجيب لكم وكل شيء ماكو والحد الان كل شيء ماكو وانا دافع بالنسبه لي دافع لي وجماعتي مو بس اللي انا احكي عن نفسي ذيك منطقه البتران روح صورهم وشوفهم لا من بيت لا من قاعده لا من اكل يعني يشتغل بالبلديه يشتغلون بالبلديه اكو معوق يشتغل بالبلديه هذا العوار احنا بعد ساعات نطلع نروح نجيب حديد نجيب فافون نجيب صفر وطق عليه اللغم طق عليه اللغم الصبح الساعة بالعشرة ونص من العشرة ونص لحد الساعة بالأربعة العصر يلا وصلت للمستشفى طق عليه فوق من معبر ثمانية احنا بوصف مالنا معبر ثمانية مال البحيرات على الشارع الاستراتيجي للتبليط اي وجابوني للمستشفى من المستشفى بساعة بالأربعة العصر بقيت بالمستشفى سوى لي عمليات لأن أنا الجرح مالي قوي بس الشف مالي الشاز مالتي موجود سويت 13 عملية يلا نجحت العملية مالتي آخر شيء شالوا جلد من فخذي خلوا على الجرح مالي يلا طابت والحمد لله والشكر أما الحكومة كل شيء ما فعلتنا كل شيء ما فعلتنا الله وكيلك هاي ذيك الحكومة وهاي الحكومة هاي الحكومة حتى راتب رعاية ما عندي بس الناس الفقراء شاول عنده فلوس يروح وجابرك على المر غير اللي أمر منه كاتلنا جوع ورحنا هاي العالم صغير كبير يروح نسوان أنا شفت موقف بنية طق عليها اللغم قطعها بالنص والله قطعها بالنص هاي رجليها وجوه ماكو بس ظلت يعني شخص مقطوع بالنص تصوره هيك هذا شفته بعيني وشفت واحد طاق عليه صاروخ لموه بقونية واحد شفته طاق ذون اللي شوف عيني ها مو سامح بذاني لا هواي بالالاف بس شوف عيني ذول جاي يسولف علي وواحد طاق عليه لغم هو وحيوانه هاي قبل مده ما صار لها يعني ما صار لها زياده من 4 سنين 5 من بعد السقوط هاي واحد هو تكرم عنده حلال نقطة شط العرب منطقه حي البتران وهاي المنطقه تربط بين ايران وبين العراق هاي حدوديه فاحنا نشتغل بها نطلع العالم قاطع جوع منطقه احنا نطلع يا اللي يطلع ينبتر يعني حتى مسافه غريبه عن البيوت هم اكو الغام اكو صواريخ تطق على العالم وقضيناها عيشة ماكو قاطعنا الجوع كل ما واحد يروح ينبتر كل ما واحد يروح ينبتر حالتي أنا طلعت من 97 ما طلعت جاي أمشي لمن بهذا الخشب ما خشب اللمة جاي أمشي طق عليه وفلش رجلي ظليت من الصبح تقريبا للستة العصر يلا سوي العملية تأذيت من عده صعد أدي قنقري تأذيت من عده ولحد الآن متأذي من عده أنا حتى أطراف ما عندنا هذا طرف ذاك من كسر قوه سوينا يعني حتى طرف ما عندنا ومتأذين كلش متأذين منطقة نكون نشوفها هواي بيها ناس كم مبترين ناس عميان ناس هواي حتى يعني نسوان عندنا تبتر جهال عندنا حتى والله بنية ماتت قدامي طق عليها صاروخ بنية تطلع أول يوم طق عليها صاروخ وماتت وأكو ولد اثنين من قرابتنا هم طق عليهم صاروخ وماتوا يعني احنا نشوفهم بعيننا شنو نطلع وياهم يطق عليه أكو بهم يموت أكو بهم بتر نجيبه يعني صارت شغلة اعتيادية تروح تشتغل كل المنطقة كلها خطرة ومجبورين نشتغل وين نروح يعني كان كيلو الطحين بألف دينار هاي اللي نجيب لنا 2000 3 بس للطحين ونطلع للبر ونشوف العالم كلها صغار وكبار نسوان يعني هاي المنطقة كلها تطلع تروح أكثر شيء جهال عندنا ماتت احنا عندنا طفلة صغيرة ماتت عمرها يمكن 8 سنوات قطيع طاق عليها وبكان وقتلها ما تحملت
تمشون ما تحسون بالالغام؟ لا ما نحس بالالغام، ما تبين هاي الالغام، ما تبين كلها مدفونه، هي طاقها الماي وقاع حشه ما تبين، يعني هاي الالغام كلها مدفونه لا مطشره الالغام، يعني مو تشوفها لا مثل مزروعه مثل ما تشوفها، كلها حقول يعني تدخل بها. اكو بها على السواتر ناس تبترت، يعني على السواتر انبترت، هذا مو يجيب الماي وضال تلقى لو لازم بالقاع لو مدفون. احنا هسه من تعبر الشارع من ناحيه ارض الحرام كلها جاي، هي منطقة كلها هاي كلها ألغام وكلها مخلفات الحرب، هاي متروسة صواريخ وألغام لحد الآن موجودة، هي مو بس البشر حتى الحيوان ما خلص منها. ونحن الآن في البصرة وفي قضاء شط العرب خصيصا، أنه تعرضت هذه المناطق إلى تدمير شامل وإلى قلع لبساتينها وتهجير أهلها، وأنها تحمل حسب الإحصائية التي أقامتها المنظمة الأمم المتحدة أنه إلى 7 ملايين قطعة قابلة للانفجار في أراضي البصرة الآن. وهذه تتنوع على شكلين، الأول قذائف غير منفلقة UXO، والقسم الآخر هو ماينز الألغام، والتي يعاني منها لا زال قضاء شط العرب وأراضي البصرة بشكل واضح وجلي. تعرض المواطنون بين إلى 4500 إصابة بين قتيل ولا زال معوق من جراء هذه المخلفات. المسألة أن هذه المخلفات بعد سقوط النظام استخدمها الإرهابيون لشرائها وعملوا بها مفخخات انتقلت من أراضي حقول الألغام المحرمة إلى الشارع، والآن وبعد الانفراج وذهاب المناطق المحرمة الناس تروم العودة إلى ديارها، ولا زلنا نعاني من تلك المشاكل، المشاريع معطلة، كثير من الأشياء هي في قضاء شط العرب وفي البصرة وفي الفاء وفي الزوير هي أيضا معطلة بهذا الجانب بسبب مخلفات الحرب العراقية الإيرانية. هل اليوم العشوائية الآن أصبحت على حقول الألغام، كانت منظمة ومزروعة بشكل واضح، إلا أنه الذين دخلوا إليها بسبب البطالة وتفليش الألغام وغيرها لإيجاد مثلا فافون أو صفر أو غيرها، بينما يموت هو أو أنه يحصل على هذه يؤثر بسبب البطالة وعدم وجود قوت لعياله، يؤثر بضرب هذه المخلفات الحربية لاستخراج المواد التي يبيعها، فتبعثرت الآن الألغام من مواكنها. الطبوغرافية الأرض اللي موجودة الآن في البصرة أيضا تغيرت، الخرائط الآن لا تعني شيئا بالنسبة لنا يعني ناشطين باتجاه الألغام والمخلفات الحربية. نحن نحتاج إلى مسح جغرافي تام إلى هذه المناطق، نحتاج إلى دولة تكون ذات باع طويل باتجاه هذا الجانب. لا دور للحكومة العراقية ولا دور للحكومة المحلية في البصرة، هاتان الحكومتان الحكومة المركزية والحكومة المحلية لم يقدما شيئا. نحن استخدمنا المنظمات المجتمع المدني الموجودة التي زالت الكثير من عدها، مثلا الأمم المتحدة أعطت مشروع إلى وزارة البيئة الأمريكية والتي أعطته إلى $20 مليون نفذوهم ونفسهم، رفعوا أكثر من 450 ألف طن من المتفجرات من القذائف الغير منفلقة، ولكن لا زالت الألغام إلى حالها وهي الآن تشكل خطرا مميت. وهذه الألغام لم تنتهي بشهر أو شهرين أو 3 أشهر، وإنما ذات أمد طويل، حيث لا تتعرض إلى البلوحة أو إلى الماء أو غيرها، لأنها صنعت من الفايبر جلاس، والفايبر جلاس لا يتأثر بهذه العوامل الطبيعية، فبقاؤه بقاء طويل، ونحن نحتاج إلى جدية بالعمل لإخراج هذه الأدران. هؤلاء كانت لهم بساتين في تلك المناطق، وكانوا قريبين من الحدود، وكانوا أيضا هم ناس يعني بطالة يذهبون إلى الجبهة لجلب مخلفات الحربية من خشب وشينكو وحديد ومخلفات أخرى. وتعرف أنت هذه المخلفات زرعت بين وسط الألغام وانسحبت قوات الجيش العراقي منها فزرعت الألغام، فعندما يدخلون يتعرضوا للإصابات، الكثير أصيبوا وماتوا، لكن إلى الآن هم يعانون، المصابين أيضا مطروف مقطوع رجله أو مقطوع أيده يعاني أيضا من مشكلة الأطراف الصناعية، لا يوجد مركز للأطراف الصناعية في البصرة. نحن أخذنا إلى ماما تريزا أورجانيزيشن في السليمانية تقريب عدة وجبات، لكن بالفترة الأخيرة الأكراد قالوا إن إحنا ما تكفينا هاي المسألة، لا تجونا بعد، يعني بشكل رسمي طردونا، ولكن شكرا لهم على المبادرة اللي سووها لنا. نحن نطالب أيضا بمركز للمعاقين للأطراف الصناعية أيضا في المنطقة الجنوبية ليحل محل هذه المنطقة.